نحضر معكم الوصفة اللي طلبتوها مني بزاف، هي لي سوشي. لي سوشي هي يعني وصفة ماشي جابونية، يعني من جابون يحبوا بزاف هذا الرز، هذا المحشي. احنا نسموه رز محشي. الرز تاعي حبيت نوريكم قبل ما نبدا لكم المقادير ونبداو الوصفه. الرز تاعي غسلته شحال من مره في الماء دافي حتى يولي الماء تاعكم صافي. كي يولي الماء صافي صفيوه، ديروا له العبر تاع زوج كيسان ماء، ديروا له زوج كيسان رز، يعني كاس بكاس. حبيتوا تنقصوا المقادير ديروا دائما كاس بكاس. انا درت زوج كيسان رز، قست بهذا الكاس، كاس كبير يعني يرفد بزاف، وانتم على حساب العائله تاعكم. درت زوج كيسان رز، زوج كيسان ماء بارد في بارد، وحطيتهم على النار وغطيت عليهم وخليتهم يطيبوا بالعقل. غطيتو خليته يطيب بالعقل. دوك هاني نحيته من على النار. كي نحو من على النار ثم نزيد له. هنا عندي 100 غرام ماء، وزنتها لكم ليكم، يعني انا عيني هي ميزاني. عندي هنا ملعقة كبيرة سكر وملعقة صغيرة ملح، نديرها في الماء تاعي ونزيد لها زوج ملاعق كبار تاع الخل. يعني هما يستعملوا خل الرز، صح احنا ما عندناش خل الرز، احنا نستعملوا الخل العادي. نخلطهم شوية باش نذوب هذاك الملح ونذوب السكر. نزيدهم على الرز تاعي ونخليه يبرد بعقله، لازم يبرد لكم بعقله. بسم الله. نتوما نقصوا الماء، الا كان الرز تاعكم كميه قليله نقصوا الماء اللي تزيدوا. هذا نخلطوا مليح ونخليه يبرد بعقله، ونرجع لكم باش نكمل لكم المقادير تاع الوصفه تاعي. يعني لازم الرز يبرد لي مليح باش نقدر نخدم به، سينو ما نقدرش نخدم به. الرز تاعي هاني درت له الكميه تاع الماء والخل والملح والسكر، نغطيه ونخليه يكمل يبرد بعقله، ونرجع لكم نكملوا المقادير تاع الوصفه تاعنا تاع اليوم ان شاء الله. اللي الرز تاعي يعني دافي ماهوش بارد 100%. المكونات تاع لي سوشي تاوعنا يعني اختياري، كل واحد يدير واش حب داخل لي سوشي تاوعو. مي يعني الوصفه اللي انا نحبها بزاف هي الخيار، قطعته رقيق يعني وبالطول رقيق بزاف. خيار عندي هنا لي زافوكا ثاني قطعتهم رقاق، يعني ولا سوغيمي قطعته بالطول. عندي هنايا صومو فومي، انا اخترت فومي، ما حبيتش السلمون هذاك اللي هما يستعملوا السلمون، سمك السلمون خضر يعني مشي طايب، يعني يجي مليح مي انا نفضل نستعمل هذا الفومي. عندي ورقات شلاضة مغسولين، نستعمل غير هذا الجهة رقيقة، مستعملش هذا الخشين. وعندي هنايا ورقات نحيت غير الورقات تاع الكسبر، يعني تجي ذوق رائع تاع الكسبر في لي سوشي. وعندي هنايا التونة طون، اللي يحب يستعمل الطون يستعمل الطون ثاني. عندي هنا ماء دافي نستعمله غير باش نغلق لي فاي تاوعي، هذا ورق تاع الروز، هذو لي فاي دو ري نستعملوهم ان شاء الله. ولا حبيتو ما عندكمش حبيتو ما تستعملوهمش ما تستعملوهمش، انا موالفه ما نستعملهمش، يعني نرولي لي سوشي تاوعي بلا لي فاي. هذو حبيت اليوم نجربهم، يعني شفت في لافوطو بلي يخرجوا شابين، حبيت نجربها يعني وعلى هلاله. ان شاء الله نبداو الوصفه تاعنا تاع اليوم. انا استعملت هذه الورقه اللي نستعملوها في لاباتيسري. نتوما خذوا كيس شويه يكون شويه خشين، ولا عندكم يعني يكون بلاستيك خشين شويه استعملوه، وفرشت عليه فيلم اليمونتير. هذا الفيلم باش يساعدني باش الرز ما يلصقليش في لافاي تاعي هذه تاع البلاستيك، باش كي نديرو ليه ما يتعبنيش. نحط الرز تاعي. بسم الله. باش ما يلصقلكمش الرز في يديكم، على راني حاطه انا هنايا شويه ماء دافي، بلو يديكم شويه في الرز في الماء، عفوا بلو يديكم شويه في الماء باش يساعدكم الحال.
باسكو الا كانوا يديكم ناشفين يلصق لكم الروز في يديكم. تحبوا تستعملوا سباتول ولا حاجه استعملوا، انا استعمل هكا باش يجيني ساهل الحال. فوالا، ودوك نحاول نفتح هذا الروز تاعي طبقه رقيقه شويه. حاولوا تخدموا يعني يكون شريط متوازن، يعني يكون متعادل من كل الجوانب، واللي بيسوغ تاعو تكون ثاني متساوية. يعني المرة الأولى كي تجربوا هاد الغوسات وديروها تجيكم صعيبة، روزي يلصق لكم في يديكم، من بعد تعودوا عليه. المهم المذاق تاعو يجي رائع، يعني هذاك هو الصح. انا المرة الأولى كي درتهم، يعني نحكي لكم، جاو الشكل تاعهم كامل ماشي شباب، بصح الذوق تاعهم جا مليح مع الوقت مع الافورس دو لي فيغ، جاني ولا يجيني الشكل شباب. كيما كنتو تشوفوا نعاون يدي دايما بالماء ونخدم. حاولوا تضغطوا شويه دوك نختار، كل واحد يختار واش يحب يدير في السوشي تاعو. انا اول سوشي راح نستعمله ندير فيه الخيار، يجي الخيار فيه بزاف شباب. ديروه في الطرف، ديروهش في الوسط، واختاروا الالوان يكونوا شابين. انا الخيار تعمدت نخليه له القشره تاعو باش يجيني شباب. فوالا ندير له هذا ولا طون ولا كيما تحبوا، يعني لا فارس تاعكم خيروا نتوما واش تحبوا. نزيد شويه افوكا، انا ضغطت عليه بزاف، لازم تضغطوا عليه مليح 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 كيما المقروط تاعنا. مي هذا سوشي. المهم نرجع عليه هذه الورقه، يعني زيرته مليح قبل ما ندير هذه. دوك نزيد ندير له هذه ونزيد نضغط عليه مليح باش يساعدني باش ما يتحليش كي نكون نقطع فيه. سيو تشوفوا وين تشوفوه مفتوح شويه، عاودوا زيروه وعاودوا ضغطوا. يعني الفيلم هذا يساعد بزاف، الفيلم اليمونتير اللي راني دايراته هو اللي راه مساعدني. عاود ندير هذه وانا هذا هو الحربوش الاول تاعي راه واجد. نخليه بجيه ما نقطعوش توت سويت حتى نكمل لا كونتيتي تاعي، ومن بعد باش نبداو نقطعو فيهم. نزيد نوجد انايا واحد اخر
اليوم كما كنت تشوفوا جو شابين الله يبارك. هذوما تاع الطون، هذوما اللي خدمناهم بالورقه تاع الروز، وهذوما اللي حشيناهم بالصومون والافوكا والخيار. فوالا، وهذوما يخدمناهم غير بالصومون وبالروز. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي تاع اليوم. ما تنساونيش بالاشتراك وبجام الى عجبكم لي فيديو، ما تبخلونيش. نقول لكم على بروشان غوسات ان شاء الله. تهلاو في روحتكم ومع السلامه.